لما نيجي بقى الانوماليز اوف ذا يوكساك، اتفقنا قبل كده، انت واخد بالك ان كانت دي الميت جات في السلايد اللي قبل كده، كان دي الميت جات ودي الفيتيلو انتستاينال داكت هنا اهو، كان في المفروض ديفينيتيف يوكساك. انا قلت لك الفيتيلو انتستاينال داكت بتبقى جوه الامبلايكال كورد، جوه الحبل السري هنا اهو، يعني الفيتيلو انتستاينال داكت جوه الحبل السري، بعدين المفروض انها بتختفي او بتتقفل وتختفي. هنا ابص الاقي دي بتفضل زي ما هي، ساعات تفضل زي ما هي مفتوحه، ما تضمرش ولا تتقفلش ولا تختفي. يبقى معنى كده ان الفيتيلو انتستاينال داكت دي لو ما اختفتش يبقى والدكتور قطع الامبلايكال كورد من بره ودي فضلت زي ما هي، يبقى الولد زي ما قلنا ياكل الاكل والاكل ينزل يتهضم في الاستومك وينزل على الميت جات اللي هي بعد كده هتديني الانتستين. ما الميت جات دي بعد كده هتديني الانتستين، تبص تلاقي الاكل المهضوم ينزل من الامبلايكس هنا اهو، من الفيتيلو انتستاينال داكت يطلع هنا على الايه الامبلايكس، يبقى الام ترضع البيبي والرضاعه والكلام ده كله يحصل لها فيرمنتيشن تعفن تخرج لي بره من الامبلايكس، يبقى الولد مش هيستفاد من اي رضاعه بيرضعها، وبعدين في نفس الوقت دي مفتوحه على الانتيرو ابدومينال وول وبتطلع لي هنا ايه ريحه مش مظبوطه والتهابات وكلام من ده. دي بيسموها كونجينيتال فيكال امبلايكال فيستولا، اسمها كونجينيتال فيكال امبلايكال فيستولا، ودي نتيجه بيرزيستنس اوف ذا هول فيتيلو انتستاينال داكت، بيرزيستنس او نون اوبليتريشن، يا بيرزيستنس يا نون اوبليتريشن اوف ذا هول فيتيلو انتستاينال داكت، يبقى دي بيرزيستنس اور نون اوبليتريشن اوف ذا هول فيتيلو انتستاينال داكت. دي اول عيب من العيوب الخلقيه بتاعت اليوكساك اللي هي كونجينيتال فيكال امبلايكال فيستولا، اللي هو نون اوبليتريشن of the vitello of the whole vitello intestinal duct، يديني persistence of the whole vitello persistence، يديني congenital fecal umbilical fistula. تاني عيب اللي هو ده اسمه ان هو ال vitello intestinal duct اللي هي دي ال proximal part بتاعها يقفل يفضل مفتوح والديستال بارت يقفل، يعني الديستال بارت ده يقفل والبروكسيمال بارت ده اللي متصل بالجت اللي بيتصل بالانتستين يفضل مفتوح. ادي الانتستين اهي اللي هي الميت جت والبروكسيمال بارت هيفضل ايه مفتوح، وهنا ده كل ده بيختفي، الجزء ده اللي هو ايه بيختفي، الجزء ده اللي بيختفي ده اللي هو ويفضل البروكسيمال بارت اوف ذا فيتيلو انتستاينال داكت، الجزء اللي فضل ده اسمه ميكلز دايفرتيكولام، يبقى ميكلز دايفرتيكولام اللي هي جزء يفضل من الفيتيلو انتستاينال داكت متصل بالاليوم اللي هو جزء من السمول انتستين، ده بيرزيستنس اوف ذا بروكسيمال اند اوف ذا فيتيلو انتستاينال داكت. وزي ما احنا عرفنا او هنعرف بعد كده ان ده بيبقى عباره عن زي ما احنا عارفين ده بيبقى بيلتهب احيانا وبيشبه في التهابه الابندكس ابندسايتس اللي هو التهاب الزائده الدوديه، لانه ده بيبقى برضو شكل الزائده الدوديه ومتصل بالايه بالسمول انتستين اللي هو بالاليوم، وده بيتشرح في الابدومن بالتفصيل اللي هو ايه الميكلز ايه دايفرتيكولم. ساعات احنا قلنا الفيتولو انتستينال داكت دي بتقفل وبيبقى بدالها حبل، بس المفروض الحبل ده او الفايبرس باند دي تختفي، اللي هي ده اهي ادي عندنا ده الفايبرس باند المفروض هنا دي بتختفي، اللي هي دي بيسموها فيتيلاين ليجامنت، دي اللي بيسموها الفيتيلاين ليجامنت دي المفروض هنا دي بتختفي. ساعات تفضل الفيتيلاين ليجامنت دي بيرزيستنس اوف ذا فيتيلاين ليجامنت، دي طبعا نوع من العيوب لان بتبقى الانتستين الحركه بتاعتها ليميتد محدوده لانها متصله بفايبرس باند بالامبلايكس، ما هو ده الانتيرو ابدومينال وول وده هنا الامبلايكس، فبتبقى الحركه بتاع الانتستين محدوده وممكن الانتستين تلف حواليها وتعمل حاجه اسمها فولفولاس وممكن تعمل انتستاينال اوبستراكشن، الانتستين تتقفل نتيجه هذا البرزيستنس اوف ذا فيتيلاين ليجامنت. ساعات الفيتيلاين ليجامنت تبقى موجوده وفي وسطها يطلع سيست
اللي هي اسمها فيتيلاين ايه سيست. يبقى الانوماليز اوف ذا يوكساك كونجينيتال فيكال امبلايكال فيستولا ده معناتها بيرزيستنس اوف ذا هول فيتيلو انتستاينال داكت. تاني حاجه بيرزيستنس اوف ذا بروكسيمال اند اوف ذا فيتيلو انتستاينال داكت، ودي بتعمل لي ايه ميكلز ايه دايفرتيك. دولت بيجوا في الكومبليت وبيجوا في الام اس كيو وبيجوا في كل حاجه، اللي هم كونجينيتال فيكال امبلايكال سيسترا اللي هو بيرزيستنس اوف ذا هول فيتيلو انسال داكت، او لو البروكسيمال بارت بس هي اللي فضلت اللي هي بيسموها ميكلز دايفرتيكولوم.